صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. النهاردة احنا في كومباوند ذا ادرس في الشيخ زايد، 10 دقايق من هايبر ماركت، وقريب جدا من كومباوند جنة زايد. الكومباوند مبني على 135,000 متر مربع، 80% من المساحة دي معمولة للمساحة الخضراء والنوادي وحمامات السباحة. اللي بيميز الكومباوند ده الحراسة الشديدة المشددة جدا جدا جدا، أمن 24 ساعة، كاميرات مراقبة، رجال الأمن في كل مكان بيتابعوا حركة كل واحد في الكومباوند وبيبلغوا بحركة أي حد غريب. زي ما احنا شايفين في كل حتة باركينج للعجل، وفي مساحات مخصصة للعب الأطفال والترفيه. الجميل في الكومباوند ان في كل حتة هتلاقي اللون الأخضر ده قدامك. المساحات الخضراء جميلة جدا، بتدي راحة نفسية وتحس ان انت في حديقة مش في منطقة سكنية خالص. المرحلة دي من الكومباوند بتتميز بأعلى مستوى تشطيب داخلي للشقق والإنترانس لكل عمارة والإكستيريور بتاع كل العمارات. الشقة اللي معانا النهاردة شقة جميلة جدا، دور أرضي بحديقة خاصة بتطل على حمام سباحة مشترك. الشقة تتكون من 3 غرف نوم، منهم غرفة ماستر كبيرة بدريسنج وحمام خاص. أول ما تخش من باب الشقة بتلاقي على إيدك اليمين ريسبشن كبير، قطعتين أرضيات باركيه، وفي بعض اللمسات الفنية الجميلة معمولة ببساطة وشياكة مدية شكل جميل جدا للشقة من جوه، زي ستايل النجف المودرن ده والستاير الجميلة. وهنا احنا داخلين على الحديقة، وفي قاعدة جميلة كده صغيرة ممكن تقعد تفطر فيها، والسلم بينزلك على حديقة حرف L ومؤمنة بباب حديد. الجميل في الحديقة ان فيها مزروع فيها شجر مانجا بيثمر كل سنة. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هبى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. ما لم يضرك شتمهم وسبابه، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا، كلب مشى في شطه وتعثرا. المطبخ عندنا مساحته كبيرة بالرخامة طويلة بعرض المطبخ كله، بوحدات وأدراج تخزين كبيرة تحت الرخامة. عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال. ده أول حمام معانا، في حوض خارجي. الحمام معمول بستايل جميل جدا من الرخام والشاور الزجاج والأرضيات المانعة للانزلاق. صاح داع للأذان وكبرا، يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه. دي الغرفة الماستر، فيها دريسنج وحمام خاص. الغرفة معمولة بأرضيات باركيه. ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد،
ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صل عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرى. صل عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. فوق السهول وبالجبال وبالقرى. لو لاحظنا ان الشقة كلها مؤمنة بالحديد من الخارج وبالسلك الداخلي المانع للحشرات والشبابيك الألمونيوم المانعة للصوت والضوضاء والعازل للحرارة، كده نبقى اتفرجنا على الشقة كلها وهي معروضة للإيجار قانون جديد ويوميا متاحين للمعاينة ان شاء الله. متنساش تكلمني على الرقم اللي هيظهر تحت هنا في الشاشة، ولو عندك شقة أو فيلا عايز تعرضها للبيع أو الإيجار ممكن تكلمني وأنا أعرضها لك على القناة أو صفحة الفيسبوك. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفدك بالأرواح وهي رخيصة.